تقف مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على أبواب كارثة إنسانية مقبلة في ظل استمرار إغلاق معبر العربية وتجاهل الأمم المتحدة لهذه المأساة. نشاهد التقرير ونعود. تحذيرات وإنذارات متسارعة من كارثة إنسانية وشيكة يحملها ملف معبر العربية الحدودي مع العراق لمناطق شمال وشرق سوريا، حيث يحتمي أكثر من مليون نازح في مئات المخيمات الرسمية والعشوائية والتي كانت أبرز نتائج هجمات الاحتلال التركي على عفرين وتل أبيض ورأس العين ومناطق أخرى شمالية سوريا. معبر العربية الحدودي المعروف محلياً باسم تلكوتشر في أقصى الشمال الشرقي من سوريا بات الآن يهدد بمأساة إنسانية كبرى في شمال وشرق سوريا بعد نحو عامين من إغلاقه بفيتو صيني روسي تكرر أكثر من مرة ضد مشروع قرار بتمديد مساعدات الأمم المتحدة عبر نقاط حدودية، استثنى لاحقاً معبراً واحداً ضمن المناطق المحتلة من قبل تركيا وفصائلها الإرهابية في شمال وغرب سوريا. استمرار الإغلاق هذا يصفه حقوقيون بأنه إجحاف بحق الإنسانية وكارثة حقيقية للمنطقة، وخاصة مع حصار تفرضه قوات الحكومة السورية من جهة وانتهاكات يرتكبها الاحتلال التركي من جهة ثانية، فيما يبقى حال المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية التزام الصمت والتجاهل. معبر تلكوتشر أغلق بفيتو روسي مطلع العام الفائت، في الحقيقة هي كانت عبارة عن كارثة حقيقية وكارثة إنسانية بحق المنطقة تماما. على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتها تجاه شعوب المنطقة متوفرة الآن، وليست هناك أصداء وصوت واضح بالنسبة للمنظمات الحقوقية الدولية، لذلك نناشد هذه المنظمات بتحمل مسؤولياتها تجاه شعوب المنطقة تماما. وللوهلة الأولى يظن المراقب أن الوضع الإنساني في سوريا محل أهمية لدى الأمم المتحدة، التي أكدت الثلاثاء على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي أهمية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود ولكن لمناطق شمال غرب سوريا، متجاهلا قرابة 5 ملايين نسمة يعيشون ظروفا معيشية صعبة في شمال وشرق سوريا، ما يرسم علامات استفهام كبيرة. ظروف ومعاناة لطالما دقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ناقوس الخطر بشأنها، مناشدة المجتمع الدولي بضرورة فصل الوضع الإنساني عن المصالح السياسية لبعض الدول وفتح معبر العربية لإنقاذ أرواح السكان والنازحين. نعم بالطبع، احنا هنا في واشنطن في كل لقاءاتنا سواء كانت مع الإدارة الأمريكية في الخارجية وسواء كانت حتى مع أعضاء الكونغرس كنا نطلب دائما بأن يفتح معبر العربية لإنعاش المنطقة ولمساعدة النازحين المتواجدين في المنطقة. إعادة فتح معبر العربية وإبعاده عن أشواك السياسة ودهاليزها أصبح الآن ذا أهمية كبرى أكثر من أي وقت مضى لتجنب كارثة إنسانية قد تصيب شمال وشرق سوريا، تلك المناطق المنسية على الجغرافيا الدولية رغم أنها شهدت تضحيات جسام قدمتها لمكافحة إرهاب لم يكن يهدد المنطقة فحسب وإنما العالم بأسره. أرحب بضيفي من برلين فراس قصاص، رئيس حزب الحداثة والديمقراطية. أهلا بك أستاذ فراس. إذا نتحدث عن احتمال كارثة إنسانية في مناطق شمال شرق سوريا بسبب استمرار إغلاق معبر العربية. نعم بالتأكيد هذا ملف إنساني محض، لكنه يخضع لاعتبارات سياسية. للأسف لا تستطيع الولايات المتحدة وحدها فقط ولا حتى الدول الغربية الداعمة لمناطق الإدارة الذاتية والداعمة لشؤون الثورة السورية لجهة مصلحة الشعب السوري، لا تستطيع وحدها أن تقرر إبقاء هذه المعابر مفتوحة أو مغلقة. كما تعلمون إبقاء معبر واحد فقط مفتوح وإغلاق بقية المعابر وحصيلة قرار لمجلس الأمن، هذا القرار كان في هذه السنة الحالية وكان قرار آخر في السنة الماضية، بالتالي المسألة متعلقة
بالإرادة الروسية الصينية بالدرجة الأولى التي تقف خلف إغلاق هذا المعبر، وتقف أيضا خلف إبقاء معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه الفصائل العميلة التركية مفتوحا ومتاحا. للأسف الشديد روسيا الاتحادية بشكل رئيسي لم تبدي أي اهتمام ولا أي رعاية ولا أي نظر حقيقي إنساني لقضايا المنطقة ولقضايا الشعوب في سوريا، لقضايا المكونات في سوريا. هي تعمل فقط لدعم مواقف النظام لجهة رؤية تريد التأكيد عليها، ولجهة قراءة ترتبط بمصالح جيوستراتيجية تخص روسيا الاتحادية وتخص دورها في المنظومة الدولية. بالنسبة للأمم المتحدة كما جاء في تقريركم، الحقيقة الأمم المتحدة ليست جهة بعينها، هي مؤسسة دولية تقوم بإدارة العلاقات والتنسيق بين مختلف القوى بين مختلف الدول في العالم، وهي لا تستطيع ولا يمكن الإشارة إليها بوصفها جهة واحدة. هي جهة بالضرورة جهة تقوم بأدوار تنسيقية إدارية. صحيح هناك ربما قوانين ناظمة، لكن هذه القوانين الناظمة أيضا تراعي هذه التركيبة المرتبطة بأنها منظمة تحاول أن تمثل وأن تدير علاقات معظم دول العالم، يعني منظمة تدير العلاقات وتقوم بأدوار تنسيقية كما تفضلت أستاذ فراس. لكن اللافت بالأمس يعني حديث رئيس المنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش حول ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، يعني الكثير انتقد وشجب عدم أو تجاهل أنطونيو غوتيريش إدخال المساعدات عبر إلى مناطق شمال شرق سوريا. أنا أتصور أنه يتحدث في الممكن في الحقيقة، يعني لا أرى أن هناك مواقف لها علاقة سواء بالأمين العام للأمم المتحدة أو بأي دول أخرى تخص بها مناطق الإدارة الذاتية، إلا فقط روسيا الاتحادية والصين التي تدعم كل ما يصب في مصلحة النظام السوري بشكل واضح ودقيق. كان هناك ضغط أوروبي أمريكي تركي على روسيا الاتحادية لتبقي معبر باب الهوى متاحا ومفتوحا. كما تعلم هناك علاقة خاصة وهناك اتفاقات وهناك صيغ اقتسام وصيغ تحالف بالمعنى السلبي للكلمة على الوضع السوري بين روسيا من جهة وتركيا من جهة، وإن كان كل منهما يقف في جهة تختلف عن الأخرى، لكن المحصلة للأسف تدفع مناطق الإدارة الذاتية ومكونات هذه المناطق ثمنا باهظا لإغلاق معبر اليعربية. ما هي خيارات الإدارة الذاتية إذن أمام إغلاق هذا المعبر؟ أستاذ فراس، إذن ما هي خيارات الإدارة الذاتية أمام إغلاق هذا المعبر واستمرار الكارثة الإنسانية وربما التي ستشهد تصاعدا في مرحلة مقبلة؟ الحقيقة أخشى أن أقول أن خيارات الإدارة الذاتية خيارات محدودة للغاية، لأنني كما قلت لا تستطيع الولايات المتحدة لو أرادت إذا أرادت بالطبع أن تتحرك وفق القانون الدولي وفق الشرعية الدولية، لا تستطيع تبني افتتاح معبر تل كوشا معبر اليعربية. هذا الأمر الحقيقة معقد وصعب للغاية، كما قلت له علاقة بمجموعة اتفاقات دولية، ببنية الأمم المتحدة، بتركيبة مجلس الأمن، بتعارض الإيرادات لمجلس الأمن فيما يخص الوضع السوري. للأسف يبدو أننا أمام خيار البحث عن بدائل، البحث عن صيغ لتخفيف هذه الأعباء الإنسانية الكارثية التي تعانيها أهلنا في هذه المنطقة الواعدة والمنطقة الوحيدة التي لديها مشروع للمستقبل والتي بدأت بالفعل تؤسس لقيم مختلفة لم تحدها سوريا قط. أستاذ فراس، يعني كما هو معروف أن معبر اليعربية أغلق بسبب فيتو روسي صيني، وهو الكثير يتحدث وحضرتك أنه لأسباب سياسية ربما للضغط على الإدارة الذاتية. فيما لو حدث حوار أو نقاش بين الإدارة الذاتية وروسيا حول هذا المعبر، هل من الممكن أن تتغير المواقف وبالتالي فتح هذا المعبر مقابل تنازلات معينة ربما؟ يمكن
أنا أتصور لا يمكن أن يكون هناك اتفاق فقط يخص المعبر. تريد روسيا أن تفرض إملاءات محددة على مناطق الإدارة الذاتية فيما يخص الوضع السوري بشكل عام. إذا استطاعت، وأنا أستبعد هذا تماماً، أن تملي إرادتها على مناطق الإدارة الذاتية وعلى قواها السياسية، يمكن آنذاك في إطار تطبيع وضع الإدارة في صيغة ترضى عنها روسيا ويرضى عن النظام أن تتعاطى مع معبر اليعربية تلكوتشر باعتباره معبرا تابعا للنظام، لكن هذا يستعصي في الحقيقة، لأن مناطق الإدارة الذاتية وقوى الإدارة الذاتية وفية لمشروعها وفية لإنسانها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغامر وأن تسلم هذه المناطق أو أن تدخل باتفاق لا يحقق سقف القيم التي قاتلت من أجلها قوى مناطق الإدارة الذاتية وفي كل الصيغ من أجل إحياء هذه القيم، من أجل غرسها وتكريسها ومن أجل تحقيقها بالفعل. بعد الانتهاء من مدة العام الذي اتفق عليه بوتين و جو بايدن حول إدخال المساعدات وآلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر استمرار فتح معبر باب الهوى، هل ستنتقل أو هل سينتهي هذا الملف والبدء بإدخال المساعدات عن طريق خطوط التماس بين الجبهات كما شهدنا منذ فترة في إدلب؟ أنا أتصور سوف يتجدد النقاش بشكل مبكر، سوف تدخل الدول العظمى في حوارات وفي مفاوضات وفي تبادل للمصالح كما حصل في المرة السابقة، وإن لم يحدث ما هو طارئ واستراتيجي وجذري في الملف السوري، أنا أتصور أن يجري تمديد العمل بالوضع الحالي لسنة أخرى قادمة وليس تطور آخر في اتجاه آخر. كيف تنظر إلى إدخال المساعدات عن طريق معبر خطوط التماس من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق إدلب؟ في الحقيقة يعني أنا كل ما يخص مناطق النظام، كل إجراء تقدم عليه هذه المناطق الخاضعة لسلطة النظام أنا أشكك بها، لأنها تخضع على الدوام لإرادة ملتوية لا تريد الحرية للمكونات السورية. هناك العديد من حالات الفساد الهيكلي التي لا يمكن تلافيها في عملية إدخال المساعدات. هناك عملية أنا أتصور أنها مع حالة النصرة أن النظام يمكن وبكل سلاسة وسهولة ودون أي أن يرف له جفن أن يتبادل المصالح، أن يتبادل المنافع وأن يختصم المنافع مع هيئة تحرير الشام، هذه المنظمة الإرهابية التي تعيق الحياة في إدلب والتي في الحقيقة تسبغ الظلامية على حياة أهلنا في إدلب، أن تتبادل المنافع معها على حساب الناس، ولا يمكن أن تتلافى أي صيغة تعاون تحقق لها أي مصلحة أيا تكون الأثمان بالمعنى الإنساني وبالمعنى القيمي للكلمة. أشكرك جزيل الشكر من برلين فراس قصاص رئيس حزب الحدثة والديمقراطية، شكرا لك. مشاهدينا فاصل أخير ثم نعود لمتابعة المحور.